لا وجود لوقفات احتجاجية هنا في مدينة طبرق بعد أن أعلن عن فوز السيد فتحي بشاغة بأن يكون على سدة حكومة قادمة. وأيضا على صعيد مواقع التواصل وكذلك ردود الفعل من النخبة هناك تخوف، ولكن يبدو أن السيد يعني بشاغة ما سينجحه هو كلما مر يوم كلما تأكد الجميع أن حكومة دبيبة يعني تسير في تخبط وأيضا تحاول أن تستغل الفرص. يعني مثلا على صعيد المثال الفترة الماضية عندما خرج السيد دبيبة وطالب الجماهير أن تخرج قبيل أن يتم أو في اليوم الذي أعلن فيه أو أعلن فيه البرلمان أنه سيختار حكومة جديدة، هو يعرف جيدا أن هناك عدد من المواطنين في عدة مدن قرروا أن يخرجوا في الساحات والميادين، فبعد إعلانهم قام بدعوتهم وكأنه يوهم الجميع أن من خرجوا هم خرجوا في طلبه. أيضا الخارطة التي تحدث عنها يعني الفترة الماضية بأنه هناك خارطة جديدة وربما أيضا قرارات جديدة فيما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات، وأعلن أنه سيسلم الأمانة للشعب، هو أعلن عنها وطلب من الجماهير أنها تخرج يوم 17 فبراير القادم أو الخميس القادم. هو يعلم جيدا أن هناك العديد من المطالبات وأيضا حراك أكثر من حراك طالب بالخروج في هذا اليوم، وهذا طبعا وكأن من سيخرج يوم 17 فبراير هو خرج لتلبية لدعوة السيد عبد الحميد دبيب، وهذا طبعا هذا الاستغلال واضح جدا. ولكن النخبة تعي جيدا كل هذه يعني كل هذه الخطوات التي يقوم بها عبد الحميد دبيب، ولكن المواطنين هنا ربما يعني يضربون يعني أخماسا بأسداس ويتحسرون على أنفسهم، لأن كثير من الشخصيات الآن بدأت تستغل حتى في 17 فبراير الذي كان فيه تغيير في ليبيا بشكل عام، أيضا بدأ يتم استغلال هذا اليوم بشكل سيء حقيقة من قبل من يتمترسون وأيضا يحاولون أن يتمسكوا بالكراسي. أيضا هناك آراء أخرى هنا في مدينة طبرق يعني يطلبون من السيد دبيب ويقولون أن هذا يعني ما يحدث الآن هو هل سيثبت وطنية دبيب أم لا، لأن تمسك دبيب ربما يجر البلاد إلى حروب أخرى، وأن من سيتسبب فيها ليس من تولى الحكومة الجديد أو قرارات من قرار المجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة، ولكن من يتمسك بالسلطة هو من سيجرنا ربما إلى مشاكل يعني مشاكل لا نريدها حقيقة، وأيضا عودة الاقتتال خصوصا في نواحي العاصمة طرابلس. أيضا نخبة أخرى هنا في مدينة طبرق وهي السواد الأعظم يقولون أن ما قام به البرلمان وأيضا مجلس الأعلى للدولة الحل الأخير بأن شرع في تغيير الحكومة، هم يرون أن هذا التوافق هو لأول مرة، يعني ربما منذ سنة 2011، يعني يتخيل المشاهد الكريم لأول مرة منذ سنة 2011 الآن نرى حلا ليبيا.